أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم مدام منال صاحبة ومؤسسة فيلا تايكو بيوتي سنتر. هلو مدام. أهلا وسهلا. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا اليوم، شرفتينا. لا بالعكس، الشرف لينا. مدام، بداية ممكن تحكي لنا شوي عنك وعن بداياتك مع الصالون؟ طيب، أنا بداية هعرفك بنفسي. أنا منال فهمي، الوجه الإعلامي للتلبو في الإمارات وفي دول الخليج. تقدر تقول ده المسمى اللي تقدر تسميني الوجه الإعلامي للتلبو، وأكيد طالما قلنا التلبو فأكيد الوجه الإعلامي دي فيلا تلبو. هي دي منال. جميل جدا. مدام، ممكن تحكي لنا شوي عن الصالون وعن الخدمات اللي بتقدموها بالصالون؟ الحقيقة الصالون هنا هي عبارة عن فرنشايز فرنسي لشركة تربو الفرنسية. طبعا شركة تربو معروفة ان هي لها تاريخ كبير جدا في السكين كير، يعني انشئت سنة 1964، يعني تقريبا 60 سنة. بالنسبة لفيلا تربو هي عبارة عن فرنشايز لشركة تلبو، لفيلا تلبو الموجودة في فرنسا. يعني شركة تلبو لها مؤسسة يسموها فيلا تلبو، اللي حاطين فيها كل منتجات التلبو على شكل سبا وعناية يومية للمرأة. وطبعا في فرنسا هي مزدوجة ما بين الرجال والنساء، ولكن عندنا في الإمارات نظرا لطبيعتنا احنا العربية طبعا للنساء فقط منفصلة، يعني النساء عن الرجال. هي أول فرنشايز تعمله شركة فرنسا خارج فرنسا. طبعا تعرف أنه دلوقتي الحمد لله دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت محطة أنظار للمستثمرين، مش بس الدول العربية والعالمية. فطبعا كان أول هدف بالنسبة لهم أن هم يعملوا الفرنشايز الأول ليهم في الإمارات. فكنت أنا تحديداً الحقيقة تواصلوا معايا طبعاً الشركة من فرنسا وشركة محمد ماضي الوكيل الحصري لمنتجات التلبو في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونسقنا الموضوع الفرنشايز اللي هيتعمل في دبي تحديداً. والحمد لله ربنا وفقنا كجروب عمل مع بعض، الشركة في فرنسا شركة التلبو العالمية وشركة محمد ماضي انترناشونال، فقدرنا إن إحنا كامل المؤسسة. وكان مشروع الحقيقة لقى اهتمام من الزبائن ولقى إعجاب ان شاء الله. جميل جدا. طيب، لو حبينا ننتقل للخدمات، ممكن تعطينا نبذه عن الخدمات المتوفره حاليا في الصالون والسبا؟ طبعا هو بيعتبر سكين كير كامل للبشره وللجسم، يعني بيعتمد على انواع عديده من الفيشل، كله من منتجات التلبو. طبعا الفيشل اللي هو عنايه بالبشره وتريتمنت للجسم، يعني اكثر من 10 انواع للاهتمام بالجسم والبشره. طبعا انك انت تركز على براند واحد، يعني فهم الشركه في فرنسا الحقيقه احنا محاطين باهتمام كبير جدا منهم في البرودكت الجديد اللي بينزل، في اي شيء جديد، في جميع المستحضرات الموجوده لازم تبقى متواجده في فيلا تلبو. مش بس سكين كير للبشره والجسم، لا، متواجد طبعا. احنا كدولة شرقية دخلنا طبعا بمأساتنا، احنا دخلنا كان لنا احقية ان احنا ندخل بعض الخدمات اللي مش متواجدة عندهم هنا في السبا، زي الشعر، كل انواع الشعر، تريتمنت الشعر سواء كرياتين، بوتكس، صبغة، هايلايت، الحاجات دي كلها احنا دخلناها. كمان دخلنا الحمامات المغربية، هي مش متواجدة هناك، هي متواجدة هناك على هيئة ستيم، بخار، سكرابات، لكن احنا اضفنا عليها الطابع الشرقي بتاعنا، وهو دمجنا ما بين الحمامات المغربيه وما بين العنايه الشخصيه بمستحضراتهم. فكان شيء جميل جدا ان بقى في ربط ما بين حضارتنا وحضارتهم.
الباديكير المانيكير عندنا متطور جدا لانه كله منتجات التلوين. حتى الحمامات المغربيه 90% منها من سكراب التلجو، من الطحالب. التلجو الطحالب بالذات مهمه جدا لانها بتعالج حالات كتير للجسم زي الحموضه وتوحيد الدهون حاجات كتير. من الخدمات الاخرى المتواجده طبعا اللي احنا اضفناها تركيب الرموش اللي الاكستنشن، يعني تقدر تقول ان ايه دمجنا ما بين خدماتهم بين السبا وما بين الصالون بلغه معينه، فاصبح متكامل الحمد. جميل جدا، رائع. مدام، من خلال خبرتك الطويله في المجال، من خلال الخدمات الجميله اللي بيقدموها فيلا تايجو، كيف تميزتي في دوله الامارات في ظل المنافسه الشديده في مجال الصالونات والسبا؟ شوف، انا هقول لك حاجه عني، يعني يمكن عشان انا درست علم نفس، فانا ما بحبش كلمه اتميزتي عن مين. هقول لك لان انا لازم يكون عندي مصداقيه في الحوار علشان اقول لك انا اتميزت عن غيري، لازم اكون ملمه بغيري كلهم عشان اقدر الفرق احدد الفرق بيننا وبينهم. ولكن انا اقدر باختصار اقول لك ما هي مميزات فيلا تاجو. الميزه الاولى لفيلا تاجو ان هي الفرنشايز الوحيد والاول لشركه تاجو الفرنسيه داخل دوله الامارات العربيه المتحده. ان احنا بنعتبر على مستوى العالم فيلا تاجو عباره عن 5 فيلا تاجو على مستوى العالم، 3 منهم في فرنسا و2 منهم في الامارات. فدي ميزه. بجانب ان الترابيست عندنا كلهم مدربين من الشركه في فرنسا برعايه شركه ماضي انترناشونال الوكيل الحصري في الامارات التالي. فقط رائع رائع واكثر من رائع. حاليا بدنا ننتقل للمستقبل. شو النظرة المستقبلية وشو خططك المستقبلية لفيلا تايجو؟ هو الخطة المستقبلية لفيلا تايجو، وفيلا تايجو لازم تكون في كل إمارة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولازم تكون في كل دولة من دول الخليج. يعني ده الخطة المستقبلية لفيلا تايجو. إن شاء الله هم في طور التنفيذ يعني. إن شاء الله أتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق يا رب. يا رب. من خلال خبرتك الطويلة في مجال البزنس وفي مجال الصالونات، شو نصيحتك لأي حد عنده اهتمام يفتتح بزنس أو يأسس عمل داخل دولة الإمارات؟ هذه نصيحة عامة، مش للسباهات والصالونات. أنا لأي سيدة أعمال أو أي امرأة أو رجل بيفكر إنه يعمل مشروع جديد، لازم يعمله دراسة جدوى كويسة جدا. ده رقم واحد. قبل رقم واحد لازم يكون هو بيفهم في المجال اللي هيشتغل فيه، لان كتير من اللي دخلوا مشاريع هم ما عندهمش اي خلفيه عنها واعتمدوا على الموظفين، ما بيوصلوش لدرجه النجاح العالي. ممكن ينجحوا لكن مش بنسبه 100%. لازم اهم شيء انت تكون بتفهم في الشيء اللي انت هتعمله، يعني انت ملم، ولازم تكون كمان عندك يعني حاطط خطه انت بادئ من فين وعاوز توصل. ما ينفعش اعمل اي عمل عشوائي ابدا. انا ضد اي عمل عشوائي، انا عاوزه شويه فلوس، لا اعمل مشروع سريع، لا. وبعدين لازم كل مستثمر او مستثمره يحرصوا على او يكون في حرص ان هم يعملوا براند نيم، ان هم يعملوا اسم على مدى طويل. انا مش عايزه النهارده ابدا مشروع وبعد سنه خلاص يهبط المشروع، لا، انا عايزه اعمل تنميه مهنيه للمشروع بتاعي بحيث اوصل بيه للعالميه. لازم يكون طموحي عالي، حتى يكون طموحي اكتر من امكانياتي. وما احطش في كمان نصيحه عايزه اديها لاي انسان عاوز يبدا مشروع، ابدا حتى من الصفر. ابدا من الصفر طالما عندك عزيمه واراده وقوه. والحمد لله احنا محظوظين ان احنا في دوله الامارات العربيه، يعني صدقا متوفر لنا كل الامكانيات، بس احنا نفكر ونشتغل وننتج. يعني ابداوا من الصفر مش غلط، وهنوصل وهننجح مع بعض كلنا ولكل مجتهد نصيب. اخيرا بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. طبعا الصالون ليه صفحه انستغرام، ليه صفحه سناب شات على جوجل ماب، يعني وسيلة التواصل كتير سهلة.
مش هيتعبوا يعني. شكرا جزيلا مدام ولجميع طاقم العمل في فيلا تايجو. شكرا شكرا لحضوركم، شكرا جدا للقناة، شكرا لحضرتك. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.